والمزيد حول الأزمة الروسية الأوكرانية معنا المحلل الاقتصادي الأستاذ رشيد ساري معنا مباشرة من مراكش. مرحبا بك. مرحبا وشكرا على الاستضافة الكريمة. إذن الرئيس الروسي كما تعلم أستاذ ساري أعلن أن روسيا لن تقبل سوى مدفوعات بالروبل لقاء إيصال الغاز الروسي لدول غير صديقة بما في ذلك جميع دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد فرض عقوبات مشددة على موسكو جراء الحرب على أوكرانيا. وبرأيك ما تداعيات ذلك؟ أظن أنه يعني أستاذ صفية أن هذا يعني القرار لم يأتي اعتباطيا، على اعتبار أنه اليوم الحرب ليست فقط حرب عسكرية ولكن كذلك اقتصادية. للتذكير فقط، فيعني كانت قامت مجموعة من الدول الاتحاد الأوروبي وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية بقطع نظام سويفت على واحد على مجموعة من المصارف البنكية، مما يعني كبد خسائر لما تتوفر عليه روسيا من 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 تمويل، لأنه التوقعات الروسية بأنه يعني ما كانت تتوفر عليه كانت تتوفر على 641 مليار دولار. الآن مع العقوبات التي مورست يعني لا تتوفر سوى على 300 مليار دولار. هذا يعني ترك يعني مجموعة من الاستفهامات على مدى قدرة روسيا على تحمل الحرب، لأنه بالميزانية الحالية لن تتحمل الحرب سوى 10 أشهر. أظن بأنه يعني قرار يأتي لرد فعل من طرف روسيا، خاصة وأن هناك احتياجات كبيرة لدول الاتحاد الأوروبي، يعني من الغاز يعني نسبة كبيرة، يعني 40% من النفط، كذلك 30%. لا ننسى كذلك بأنه هذا القرار لم يأتي ليس وليد اللحظة، لأنه كانت هناك يعني عملية تدريجية فكرت فيها روسيا خلال اجتماعها يعني في 5 فبراير مع يعني في الاتفاقيات التي أبرمتها مع الصين، وكان الهدف هو أنه التخلي تدريجيا عن الدولار والإبقاء فقط على 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 اليورو. الآن مع هذه التغيرات الجديدة وأنه يعني روسيا مجموعة من بين قوسين لها مجموعة من الأعداء، من تعتبرهم الآن يعني أعداء، هي تفرض عليهم هذه العقوبات المالية. إذن هناك يعني ك ك ك يعني يمكن أن نقول بأنه يعني تريد أن ترد الساعة ساعين للاتحاد الأوروبي وكذلك للولايات المتحدة الأمريكية. لا ننسى بأنه اليوم يعني مجموعة من الدول يعني متضررة من هذا القرار، لأنه حتى الديون السيادية اليوم روسيا قررت أنه دفعها بالروبل عوض الدولار أو اليورو، مما سيكبد تقريبا 8 دول يعني خسارات كبيرة، نذكر منها الولايات المتحدة الأمريكية، هناك مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي كألمانيا كفرنسا. إذن أظن بأنه هو قرار يأتي كرد فعل، وكما قلت لك بأنه الحرب لم تعد فقط يعني عسكرية تدور راحها في يعني في الملعب الأوكراني الآن، ولكن هي امتدت الآن لتكون كذلك حرب مالية، وخاصة نعم. وموسكو كما ذكرت أستاذ رشيد حذرت من أن هذا القرار سيكون له تأثير على أسواق الطاقة العالمية. برأيك هل يمكن لموسكو أن تفرض على الأوروبيين هذا القرار الجديد باعتماد الروبل والروبل الروسي، وهل سيستجيب الأوروبيون لذلك؟ اليوم يعني الأوروبيون يعني في حاجة ماسة للغاز. لا ننسى بأنه اليوم نعيش يعني أوروبا تعيش حالة البرد، يعني أنه هناك استهلاك كبير للمواد الطاقية. هل سيقبل يعني الأوروبيون هذا القرار أم لا؟ أظن بأنه إذا كان سيتم قبوله فهناك إدعان. أظن بأنه يجب البحث عن مخرجات أخرى، ولكن هذا القرار أظن بأنه يعني التعامل بالروبل من طرف الاتحاد الأوروبي وكذلك الولايات المتحدة يعني مستبعد جدا، ولكن يعني هذا القرار سوف يفتح يعني أبواب أخرى
من لن أقول التصعيد ولكن يعني ارتفاع الأسعار بشكل صاروخي. ربما غدا سوف نشاهد يعني أسعار البرميل ممكن أن ترتفع إلى 300 دولار، كما أنه حتى سعر الغاز يمكن أن يرتفع إلى مستويات كبيرة وكبيرة جدا. يعني هذا السيناريو يعني الروسي هو سيناريو لم يكن في الحسبان ولكن أصبح اليوم يعني حقيقة ثابتة، لأنه إذن في ظل تمسك روسيا بهذا القرار الأخير وكذلك مطالب الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية في هذا الوقت بالذات على الحصول على الغاز، هل عملي أن تحصل الدول الأوروبية على العملة الروسية في ظل العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة وكذلك أوروبا على الأبناك والمصارف الروسية؟ أظن بأنه هذا إشكال كبير، لأنه إذا لاحظنا شيء أن يعني الولايات المتحدة الأمريكية يعني كانت واضحة بأنها سوف تستغني عن النفط وكذلك عن الغاز الروسي، بينما يعني دول كألمانيا أعلنتها صراحة بأنها لن تستطيع يعني الاستغناء في هذا الوقت الراهن، يعني أنه على المدى القريب هناك إشكال كبير بالنسبة للاتحاد الأوروبي. هل سيستغني؟ لا أظن أنه سوف يستغني، ولكن يعني هل يعني هناك مخرجات أخرى؟ ربما يعني يلجأ الأوروبيون الآن إلى يعني موارد أخرى من الغاز كقطر وكذلك كالجزائر، ولكن عموما رغم انه ممكن يعني دوله كقطر وكذلك بالنسبه للجزائر يعني هناك صعوبات في الحصول على الامدادات هناك في ظل المشاكل يعني التي تعاني منها الجزائر على المستوى السياسي والامني وكذلك على المستوى التقني ايضا. نعم صحيح ان الان الجزائر لها مجموعه من الصعوبات، يعني بغض النظر عن العلاقات يعني في الجانب السياسي التي تربطه بين الجزائر وروسيا، ولكن في الجانب التقني صحيح، لانه للاسف الجزائر عوض ان تطور يعني مجموعه من الاستثمارات في المجال الطاقه، يعني انه مجموعه من يعني من الاموال ذهبت يعني ذهبت سدى يعني في 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 مواضيع لا ليس لها علاقه بها، يعني كان من الاجدر انه مجموعه من الاموال انها تذهب في هذا السياق، يعني في سياق تمويل الاستثمارات الطاقيه حتى تتمكن من الايفاء. اليوم يعني نلاحظ بانه حتى اسبانيا لم تعد في حاجه كبيره للغاز الجزائري، ولكن يعني هذه مجموعه من السيناريوهات التي يجب ان نطرحها، لانه لا اعتقد وهذه اكررها انه يعني الاتحاد الاوروبي او مجموعه من الدول التي عارضت تدخل روسيا الى اوكرانيا أنها سوف تستعمل الروبل كعملة للمعاملات. ربما سوف نعم. أشكرك عذرا للمقاطعة أستاذ رشيد ساري المحلل الاقتصادي، كنت معنا مباشرة من مراكش.